الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال محمد بن الحسين: الإيمان بهذا واجب، ولا يسع المسلم العاقل أن يقول كيف ينزل، ولا يرد هذا إلا المعتزلة. وأما أهل الحق فيقولون الإيمان به واجب بلا كيف، لأن الأخبار قد صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، والذين نقلوا إلينا هذه الأخبار هم الذين نقلوا إلينا الأحكام من الحلال والحرام وعلم الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، فكما قبل العلماء عنهم ذلك كذلك قبل منهم هذه السنن، وقالوا من ردها فهو ضال خبيث، يحذرونه ويحذرون منه. وقال حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا أبو معمر القطيعي قال عباد يعني ابن العوام ليك واسطا، فقلنا له قدم علينا شريك، قلنا له إن عندنا قوم ينكرون هذه الأحاديث إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، فقال شريك: إنما جاءنا بهذه الأحاديث من جاء بالسنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الحج، وإنما عرفنا الله تعالى بهذه الأحاديث. وقال حدثنا أبو سعيد الحسن بن علي الجصاص قال حدثنا ربيع بن سليمان قال الشافعي رحمه الله: وليس في سنة رسول الله إلا اتباعها بفرض الله، والمسألة كيف في شيء قد ثبتت فيه السنة ما لا يسع عالما، والله أعلم. وقال حدثنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال قلت لأحمد يعني ابن حنبل: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا، أليس تقول بهذه الأحاديث؟ ويراه أهل الجنة يعني ربهم، ولا تقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، واشتكت النار إلى ربها حتى وضع فيها قدمه، وإن موسى لطم ملك الموت. قال أحمد: كل هذا صحيح. قال إسحاق: هذا صحيح ولا يدفعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي. وقال حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني بترسو سنة 33 و200 قال سمعت مطرف بن عبد الله يقول: سمعت مالك بن أنس يقول إذا ذكر عنده الزائغون في الدين يقول: قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، ومن اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وقال محمد بن الحسين: وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة كثيرة بسنن ثابتة عند أهل العلم، فإن قال قائل: من رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل: رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أبو سعيد الخدري كذلك، ورواه عبد الله بن مسعود كذلك، ورواه عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه كذلك، ورواه عبادة بن ثامت كذلك، ورواه رفاعة الجهني كذلك، ورواه جبير بن مطعم كذلك، كل هؤلاء رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم بمعنى واحد، وسنذكر ذلك عنهم بالأسانيد الصحاح التي لا يدفعها العلماء. قال أخبرنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو المصري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: ما يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. وقال أخبرنا ابن أبي داود قال حدثنا سلمة بن شبيب وخشي بن أسرم قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن والأغر وأبو عبد الله أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، ومن يسألني فأعطيه. وقال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا محمد بن سليمان لويل قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر، فبذلك كانوا يستحبون آخر الليل.
قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا فليح بن سليمان عن الزهري عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغار صاحب أبي هريرة أنهما سمعا أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا كل ليلة يقول من يسألني أعطيه من يسألني أعطيه ومن يدعني أستجب له ومن يستغفرني أغفر له. فبذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل على أوله. وقال حدثنا أبو حفص عمر بن الحسن بن نصر القاضي حلب قال حدثنا المؤمل بن إيهاب قال حدثنا مالك بن سعير قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما عن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما وأبي بن أبي ثابت عن أبي مسلم الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى إذا كان شطر الليل نزل تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فقال هل من مستغفر فيغفر له وهل من داع فيستجاب له هل من تائب فأتوب عليه حتى ينفجر الفجر. وقال حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا قاسم بن دينار قال حدثنا موسى بن المقدام عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الأغر بن مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال شهدا به على نبيهما أنهما سمعاه يقول أو قال سمعتهما يشهدان به على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط الله إلى السماء الدنيا فقال هل من مستغفر هل من سائل هل من داعي. قال أخبرنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأغر قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل فيقول هل من سائل هل من تائب هل من مستغفر من ذنب. قال فقال له رجل حتى يطلع الفجر قال نعم. قال أخبرنا ابن أبي داود قال حدثنا مصعب بن محمد بن مصعب قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم عن أبي سعيد الخدري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهما شهدا به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أشهد به عليهما إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا فقال هل من مستغفر فيغفر له هل من تائب يتاب عليه هل من سائل يعطى. وقال أخبرنا ابن أبي داود قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أبي إسحاق وذكر الحديث إلى آخره نحوه. وقال أخبرنا ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن عثمان العجلي قال حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق وذكر الحديث إلى آخره نحوه. وقال حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا عبد الحميد بن أبي العشرين قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا هلال بن أبي ميمونة قال حدثنا عطاء بن يسار قال حدثنا رفاعة بن عرابة الجهني قال صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثاه ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي غيري من ذا الذي يسألني أعطيه من ذا الذي يدعوني أستجيب له من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الصبح. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا الحسن بن محمد بن صباح قال حدثنا إسماعيل بن علي عن هشام بن الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن طيب بن يسار عن رفاعة الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى نصف الليل الأول أو قال ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا يقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري من ذا الذي يستغفرني يغفر له من ذا الذي يدعوني فاستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه حتى ينفجر الفجر. وقال مرة حتى ينفجر. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صايد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن رفاعة الجهني رضي الله تعالى عنه قال ابن صاعد هكذا قال لنا عن عبد الله بن المبارك ويقصر من الإسناد عطاء بن يسار فحدثناه الحسين بن الحسن ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وزياد بن أيوب قالوا أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن سواي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن ابن أبي ميمونة عن طائب بن يسار عن رفاعة الجهني واللفظ لابن المبارك قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالكديد أو قال بالقديد جعل رجال منا يستأذنون على أهليهم فيأذن لهم فحمد الله عز وجل وقال خيرا وقال إذا مضى نصف الليل وقال ثلثه
أو ثلثه ينزل الله السماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه حتى ينفجر الصبح. وقال أخبرنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن خلف الأسقلاني قال حدثنا رواد بن جراح قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمون عن رفاعة الجهني رضي الله عنه قال رواد ابن عرابة وذكر الحديث نحوه. وقال أخبرنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا هارون بن إسحاق وعلي بن المنذر الطريقي قال حدثنا محمد بن فضيل عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يفتح أبواب السماء ثلث الليل الباقي ثم يهبط إلى السماء الدنيا ثم يبسط يديه. وقال علي بن المنذر: يده ألا عبد يسألني أعطيه؟ قال: فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زايدة قال حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يفتح أبواب السماء ثلث الليل الباقي ثم يهبط إلى السماء الدنيا فيبسط يده عز وجل فيقول: ألا عبد يسألني فأعطيه حتى يطلع الفجر. وقال أخبرنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال أخبرنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له. وقال حدثنا جعفر الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا إسحاق بن عمرو بن سليد وعبيد الله بن محمد بن حفص قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر مثل الحديث الذي حديث إلى آخره. وقال أخبرنا ابن أبي داود أبو بكر قال حدثنا يعقوب بن سفيان وعبد الله بن محمد بن نعمان قال حدثنا عبد الرحمن بن البار قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن صامت رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حيث يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: ألا عبد مع عبادي يدعوني فأستجيب له، ألا ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له، ألا مقتر عليه رزقه يدعوني فأرزقه، ألا مظلوم يدعوني فأنصره، ألا عان يدعوني فأفك عنه. قال: فيكون كذلك حتى يصبح الصبح. وذكر الحديث. وقال أخبرنا ابن أبي داود قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن بلماني قال: ما من ليلة إلا ينزل ربكم تبارك وتعالى إلى السماء، فما من سماء إلا وله فيها كرسي، فإذا نزل إلى السماء خر أهلها سجدا حتى يرجع، فإذا أتى السماء الدنيا أطت وترعدت من خشية الله وهو باسط يديه يدعو عباده: يا عبادي من يدعوني أجبه، من يتوب إلي أتوب عليه، من يستغفرني أغفر له، من يسألني أعطي، من يقرض غير معدم ولا مظلوم، أو كما قال. قال محمد بن الحسين: فيما ذكرته كفاية لمن أخذ بالسنن وتلقاها بأحسن قبول ولم يعارضها بكيف ولما واتبع ولم يبتدع. وقال حدثنا ابن سعيد أبو محمد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا ابن مبارك قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: بلغنا عن رجال من أهل العلم أنهم كانوا يقولون: الاعتصام بالسنن نجاة. وقال حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا أبو حفص بن المدرك القاص قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا الوليد بن المسلم قال: سألت الأوزاعي والثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد عن الأحاديث التي فيها الصفات، فكلهم قال: أمروها كما جاءت بلا تفسير.